لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج سيد ماهر شاويش. أهلا بك سيد ماهر. أهلا وسهلا بكم، حياكم. بداية، كانت الرئاسة الفلسطينية اليوم جددت إعلان رفضها للقبول بأي خطط بديلة عن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. ماذا تملك برأيكم السلطة الفلسطينية من أوراق، لا سيما بعد الموقف الأمريكي؟ لا، الحقيقة لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية تمتلك أوراق. في مقدمة هذه الأوراق هي يعني الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة هذه الأوراق أيضا تمثيل الوحدة الوطنية الفلسطينية، لكن مع الأسف السلطة الفلسطينية يعني لا تفعل هذه الأوراق ولا تمارس سلوكا ينسجم مع طموحات شعبنا الفلسطيني، ولا حتى يأتي في سياق تمثيل الوحدة الوطنية والسعي للوحدة الوطنية. لا، بل على العكس، هي تسعى لعقد مجلس وطني حقيقة يزيد الانقسام ويزيد الشرخ في الواقع الفلسطيني، في ظل غياب اكثر من 100 عضو في هذا المجلس الوطني، واكثر وحوالي أربعة من فصائل العمل الوطني. لذلك اعتقد انها يعني تمتلك اوراق فيما اذا ارادت ان تفعل هذه الاوراق، لكنها لا تمارس سلوك على الارض ينسجم مع يعني مع قوه هذه الاوراق، مع قدرتها على استغلال واستثمار هذه الاوراق فيما يصب في خدمه القضيه الفلسطينيه ومصلحه الشعب الفلسطيني العليا. نبيل ابو ردينا ناطق باسم الرئاسه الفلسطينيه قال في تصريحه ان اي محاوله لترويج افكار مشبوهه ومواقف غير نهائيه لن يكون له قيمه او جدوى. كيف تقرا تفسير ابو ردينا وكيف تقرؤون توقيته ايضا؟ أنا شخصيا لا أعول حقيقة على التصريحات بالقدر الذي أعول فيها على الممارسات والسلوك. نحن نريد سلوكا وممارسات على أرض الواقع تكون فعلا رافعة للعمل الوطني الفلسطيني ورافعة للمشروع الوطني الفلسطيني في ظل هذه الأزمة التي يعيشها، وفي ظل انسداد أفق التسوية، انسداد كل مشاريع التسوية منذ حوالي ربع قرن منذ توقيع اتفاق أوسلو حقيقة قبل 25 عام. لذلك أنا لا أعول على التصريحات بالقدر الذي أعول فيه على سلوك ينسجم يعني مع عدالة قضية الفلسطينية ومع مشروعنا الوطني الفلسطيني. بالحديث عن المشروع الفلسطيني والأفعال أيضا، نتحدث عن مسيرة العودة. كيف تقيمون تعاطي السلطة الفلسطينية مع هذا الحراك الشعبي المستمر منذ أسابيع؟ مع الأسف السلطة الفلسطينية يعني هي التي رفعت شعار المقاومة الشعبية، والمقاومة الشعبية هو المصطلح أو هو المفهوم التي أكدت عليه في كل يعني اتفاقات المصالحة السابقة، وفي كل يعني تنظيرها للعمل الوطني الفلسطيني في الفترة السابقة على الأقل. لكن على أرض الواقع لا نلمس أن هناك يعني انسجام مع مسيرات العودة التي انطلقت في غزة. كان الأولى بالسلطة الفلسطينية أن تفعل كل الضفة الغربية. الضفة الغربية لديها مساحة واسعة فيها، ولديها مساحة احتكاك مع الكيان الصهيوني في ظل التباس مع المستوطنات ومع الحواجز الصهيونية، وبالتالي كان هناك يجب أن يكون يعني حقيقة تفعيل لهبة شعبية ولمسيرات عودة في الضفة الغربية حتى يكون هناك انسجام مع هذه المسيرات المباركة التي انطلقت في قطاع غزة، ويكون حقيقة هناك يعني ترجمة لما يقوله السيد محمود عباس بأنه حقيقة يعني المرحلة تتطلب مقاومة شعبية. إذا كانت المرحلة تتطلب مقاومة شعبية، فالأصل يلزم ترجمة هذه الشعارات على أرض الواقع والسماح لأبناء شعبنا في الضفة الغربية بأن يهبوا في وجه هذا الكيان الصهيوني وأن يعني ينخرطوا في مشروع مسيرات العودة الكبرى. نعم، هو لو نتحدث كذلك باختصار عن تفجير قوات الاحتلال الصهيوني لمنزل الأسير أحمد جمال قنبع في جنين، كيف تعلقون على هذا الحادث؟ أنا أعتقد أن هذا الحادث يعني حقيقة يأتي انسجاما وتشجيعا من القرار اللجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي، القرار الذي صادقت عليه بقانون يسمى تايلور فورس. هذا القرار يعني يجبر السلطة الفلسطينية أو يربط الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية بأنها تشطب مساعدات عائلات الشهداء والأسرى. وللأسف السلطة الفلسطينية انصاعت لهذا القرار، وشاهدنا ووصلتنا رسائل حقيقة رسائل تدمي القلب من أسرى غزة لدى الكيان الصهيوني. هذه الرسائل يعني تؤكد على يعني المعاناة التي يعاني فيها أبناء شعب الفلسطيني الأسرى والذين قضوا زارة شبابهم في المعتقلات. لذلك هذا التفجير حقيقة يأتي بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية وبتراخي من السلطة الفلسطينية. لذلك أشكرك جزيل الشكر ماهر شاويش عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.